اصور لكم دلوقتي ملاهي جرينلاند قدام مطعم البرج في الحي السابع. يلا بينا نشوفها كده واحده واحده. استاذ هشام ازي حضرتك؟ الحمد لله. هي الملاهي عباره عن ايه؟ احنا عندنا العاب كبيره للناس الكبار، العاب اطفال، عندنا ساقيه، عندنا سلاسل، عندنا عربيات. الحديقه اللي هناك دي ايه؟ دي حديقه العاشر. الحديقه يعني اللي جاي قدام الخضره وقدام الالعاب يقدر يقضي نص اليوم هنا ونص اليوم هنا. عندنا هديه لاول ناس بيجوا لنا بيبقى لهم لعبه فري ما دام اول مره تيجي المكان. ايه ده؟ الله، هيكون جاي اول مره. اول مره تيجي دي لعبه فري. طب انتوا هتعرفوا منين ان ده جاي اول مره؟ انا بقى شغلتي وانا موجود من 24 ساعه. دلوقتي هنركب سفينه نوح. واو. دي هنا عباره عن ايه؟ دي عباره عن خد سمك. خد سمك؟ اه. تاخدي بالسناره 3 مرات تختاري لعبه تكسبيها من اللي موجود. الطفل هو اللي ياخدها. واو، لعبه من اللعب دي. في العاب اطفال هنا. مين دول؟ دي برضو الاطفال حلوه قوي. في دي للاطفال برضو جميله جدا. بس بتطلع وتنزل ازاي؟ في دي كمان جميلة قوي للأطفال. ده قطر الأطفال. ودلوقتي بيت الرعب. بصوا هادي مكانه. Thank you.
مكان للالعاب اهو، وهنا في اماكن للاكل كتير. هنا في وافل وبانكيك وسندوتشات، وهنا فشار جنب الملاهي اهي، وفي كافيه كمان نروح نشوفه كده. دي قاعدة الكافيه اهي، قاعدة جميلة قوي. وفي كمان هنا قاعة افراح، وده هنا مكان فوتو سيشن اهو. اماكن هنا جميلة قوي بتاعت التصوير. دي قاعة الافراح. الملاهي داخل حديقة العاشر من رمضان. كده صورنا المكان بالكامل، الملاهي، وكان يوم جميل جدا. ولو عايزيني اروح اي مكان هنا في القاهرة او في اي محافظة قولولي. ما تنسوش اللايك والتعليق. يلا سلام، باي.